لقاء تعارفي جمع 9 متنافسين أعلنت إرنست ويونغ أسماءهم رشحوا لنهائيات برنامج جائزة رواد الأعمال لعام 2012. تحديات اللي هو نقدر نوصل للصورة بالطريقة السليمة، الصورة مش فقط كشكل كمحتوى موضوعي وهي والشكل أيضا، هذه كانت صعبة جدا نقدر نوصل لمستوى معين. بالإضافة توجهتنا صعوبة كتير في أنه نقدر نوصل لبيوت الناس، هذه برضو كانت صعبة لأنه المواطن الأردني بطل عنده إيمان بالتلفزيون كتلفزيون أردني يقدر يمثل، فبعتقد هدول كانوا أصعب شغلتين بالسنة والشهرين. يعني أنه كل يوم بيجي لك سؤال بدك تجاوبيه، كيف بدي أوجه الشركة، أخذ يمين ولا شمال، أروح قدام ولا أروح هناك، ما بتعرفي وبدك تعرفي الأجوبة وما حدا بيعرف الأجوبة، بدك تتعلمي من كيسك، وما في حدا كان عنده موديل صلصال بالأردن أو بأي بلد عربية وصار يصدر لبرا زينا، فما في حدا نتعلم منه، فبدنا مجبورين نتعلم من أغلاطنا ومجبورين نوقع لنرجع نوقف ومجبورين ناخد كل هدول الستبس اللي ما عمرك تتخيلي رح تاخديها، ولسه مع هيك بتاخدي الخطوة وبتوقفي وبتقولي مش عارفة أخذت الخطوة الصح ويلا لازم تقوي قلبك وإن شاء الله بتوصلي. جائزة تعتبر الأولى والوحيدة من نوعها في العالم، انطلاقا من التزام شركة إرنست ويونغ بتعزيز روح المبادرة التي تشكل دافعا رئيسيا ومحركا للنمو الاقتصادي، حيث يهدف البرنامج على المستويين المحلي والعالمي إلى تقدير الرياديين الشباب من أصحاب الشركات والأعمال الناجحة ليكونوا جزءا من النجاح، إذ أن شعور الموظفين انعكاس لسياسات الإدارة. جائزة إرنست ويونغ لرواد الأعمال هي جائزة عالمية بتنظمها شركة إرنست ويونغ في جميع دول العالم، بالأردن من هاي المرة الثانية على التوالي، بتكون برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال، ولأنه إحنا بنعتقد إنه رواد الأعمال هم من أهم الناس اللي بيستحدثوا فرص عمل، ومن الشركات بيصنعوا شركات وبنموا شركات اللي هم لهم أثر كبير في تنمية الاقتصاد. فمن هاي من هذا المنطلق إحنا بنعتبر إنه واجب لإلنا لإرنست ويونغ إنه نشجع مثل هؤلاء الأشخاص، من سواء رجال أو سيدات أعمال، بالقيام بهاي الأمور. الجائزة تشجع الشباب على النظر إلى النماذج الناجحة في المجتمع للاستفادة منها في حياتهم المستقبلية، حتى يتم تحفيزهم للريادة في الأعمال، لأنها تسدد جزءا من دين المجتمع على الشخص من خلال العطاء ورد الجميل بهدف تطوير المجتمع نحو الأفضل. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السيلاوي.